دكتورة كل شيء تمام؟ مايا بخير؟ الجنين بخير؟ في خطر عليها شيء؟ فحصيها مرة تانية لو سمحتي. اسمعني، نحن فحصناها أكثر من مرة، خلص ارتاح، مايا ما فيها شيء. هي منيحة بعرف، بس طمنيني أكثر، يعني فحصيها كذا مرة. أرجون بس حاجة خوف، أكيد رح يصير وضعي منيح أكثر بكتير لأنك خايف علي. مو خايف عليكي أنتي، أنا خايف على الولد هلأ. دكتورة فحصيها لسه مرة. أنا منيحة دكتورة، أنا منيحة، شكراً إليك، فيكم تروحوا، أنا منيحة. مايا أنا خلص اطمن، أنا والولد كتير مناح، لازم تتعلم تخاف على الأم قبل الولد. أنا عن جد آسف، أنا كتير كتير خايف على الولد. أنتي منيحة؟ في أي مشكلة؟ أي أنت؟ طيب هي ما إلى حل يلي عمله ساماي اليوم. أرجون المهم إنه ساماي راح، وعلى أي حال قبل ما يقدر يعمل شيء أنت إجيت وخلصتني منه، بترجاك لا تفكر فيه لأنه هو مو مشكلتنا نحن أبدا، هو صار مشكلة سانج. أنت منيحة؟ كل هذا غلطي أنا لحالي، كان لازم خلي سانج توقف بعد ما عرفت حقيقة مايا. أنت وسانج كنتوا عم تحاولوا تساعدوا وما قدرتوا، بس أنا ما كنت بعرف إنه رح ينتهي بالموت. مايا بتحب تنتقم، رح تحاول تأذي سانج. هي للأسف خلص دمرت حياتنا كلنا أيان، بس الشي الواضح إلي تماماً ومتأكدة منه هلأ أني أبداً ما لازم أرجع حاول فرق بين أرجون ومايا من هلأ ورايح، لأنه إذا القدير بده إنه هن يكونوا سوا فمين نحن حتى نضل نحاول نفرق بيناتهم. أنا كل اللي بعرفه والمهم عندي هلأ إنه الأدلة اللي جمعتها لأحميك رح سلمها للشرطة ونطالعك من هون، وقتها بس رح أرتاح ويطمن قلبي عليك يا ابني. لا ماما، مايا ما تركت أي دليل، أنا متأكد موت العم بريم ما كان حادث أبدا يا ماما. إذا كانت هي الحقيقة أمي أنت ما رح تعملي أي شيء، مايا ما بينوثق فيها أبدا. أيان ما فيني أتحمل أبدا إنك بريء وقاعد بالسجن. أمي أنا ماني بريء أبدا، أنا مذنب كتير، بس أنا ذنبي كان إني إنسان كان بيوثق بأخوه. كلها شغلة سنتين ماما، وبطلع من هون وبعدها رح أخدك من هون ونبعد عن الكل. بس يا ابني ونبعد عن أرجون. حبيبي بتعرف أنا شو اللي زعجني كتير كمان؟ إنه رفيق سانج ما وقف معه لما احتاجته بهيك ظرف وتركها لحالها هو كمان. أحسن يا أمي، أحسن إلا إنه هو ما وقف معه، لأنه وقتها رح تكون مايا معه كمان، والشي المنيح إنه تخلى عنها. ماما لما توفى العم بريم تتذكري مين كان في هنيك؟ شوب، أنا، سومان، وساماي. بس أنا لهلأ مو قدران أفهم ولا أستوعب كيف ما هي قدرت تعمل هالشي وأنا عن جد رح جن. ساماي، حزنك ما رح يختفي أبداً إذا بقيتي لوحدك يا سانج، أنتي صار لازم تواجهي حزنك. كل ما شاركتي وجعك مع الناس رح يكون أحسن مشانك بنتي. ماما هو ساماي قال لي إنه هو بده يانا نتزوج بأسرع وقت، وهلأ أنا عم فكر ببابا. لو كان أبوكي موجود كان أكيد عمل نفس الشي كمان.
سانج، أبوك مانو موجود معنا، بس لا تنسي إنه هو عطى مسؤوليتك لسماي. بس ماما لسه بكير. اسمعي سانج، لازم تفهمي منيح إنه خسارتنا لبريم ما رح تكون أقل بعد سنة. حبيبتي بس قلي لي إذا أنت تزوجتي هلأ ولا حتى بعد سنة، يعني شو رح يكون الفرق؟ شو القصة؟ أنا كنت عم فكر إنه الشخص اللي بابا عطاه مسؤوليتي أنا. هلأ أنا كتير ضايعة إذا لازم إني أوثق فيه أو لا. أنا رح كون موجود دائما كرمال حبي يا سانج. ليك الحكيم قال إنه نحن منقدر نروح ونطير الرماد بكرة إذا بدنا. سانج خلاص عرسك رح يكون خلال أسبوع، نحن عن جد صار لازم نعمل هالشي بكرة. حبيبتي نحن لازم نساعد بريم حتى ينهي رحلته الأخيرة، وبتمنى إنك تفتحي صفحة جديدة بحياتك. بس بيكفي أرجون، بيكفي، رح أتحول لحبة فواكه إذا أكلت أكتر من هيك. لازم تاكليون لأنه هدول مو لإلك، هدول لإبننا يلي رح يجي. ما بقى بدي. أنا عم قلك لازم تاكلي لأنه هذا الأكل منيح وصحي كمان لإبننا، لهيك لازم تاكلي. يعني ما عندك مشكلة تشوفني عم عاني إذا كان هالشي بيفيد الولد؟ إيه طبعا، هلأ كل شي صار معتمد على سعادة الولد وبس، وإنتي لازم تتعودي على هذا الشي. سماي ومايا؟ سانج انتي متأكدة من هالحكي؟ عمتي انا ضايعة وما عم بقدر افهم اذا انا كنت عن جد شفت هالشي او كان مجرد تخيلات براسي، لانه كل ما افكر بمايا بحس حالي رح جن. هي بالاساس مجنونة وهلا عملتني مجنونة مثلها كمان، انا صرت وين ما طلعت عم شوفها. مايا وسماي كانوا سوا؟ لا عمتي، مستحيل إنه يكون هالحكي صح. أنا متأكدة إنه ساماي بيحبني كتير، غلط إني فكر بهالطريقة. أنا بس كل شي براسي مشوش، لهيك أنا صرت مرة عم مرة عم حس إنه مايا هي المسؤولة عن كل شي عم بيصير. وكمان تعرفي شو؟ يمكن لهيك عم حس إنه كأنه مايا بعتت هالبوسة لساماي. لا عمتي، بعد ما مات بابا أنا ما بعرف شو عم بيصير لي. أنا حاسة أني جنيت، حتى أني حاسة حالي عم شوف مايا بكل مكان. بس خلص مو بعد هلأ يا عمتي، ما رح خرب حياتي وشك بساماي بسبب مايا. أنا ما رح أعطي مايا هالفرصة لحتى ترجع تأذيني وتدمر لي حياتي مرة تانية. عمتي أكيد كل شي رح يكون تمام بعد الزواج، ساماي عن جد شخص كتير منيح. بس أنا لهلأ مو قدراني أفهم ولا أستوعب كيف ما هي قدرت تعمل هالشي، أنا عن جد رح جن. ساماي هلأ أكيد كل شي رح يصير لسعادته هو بس، لأنه هو صار علامة حبنا، وطبعا ما لازم يصير شي لابننا أبدا. بس لا تنسى أني أنا حبك الأول سيد شارما. كنتي هلأ صار حبي الأول والوحيد كمان، هو أكيد وبس ابني الحلو. وهلأ معك نحن بس بعلاقة حب. تعالي Thank you.
أنا كتير عطشت، ممكن تجيب لي مي؟ وليش المي هلأ؟ هلأ الشيف أرجون شارما بيروح وبيعمل لك شوربة سخنة بدايتين. أنت اليوم أثبتت لي يا ساماي أنك بتقدر تعمل أي شيء مشان حبي، أي شيء. الحب ما بيكون اسمه حب أبداً إذا ما خلى الواحد يجن. أنت بلش هلأ جهز لترتيبات عرسك. أكيد يا مايا، أنا رح أعمل كل شيء، بس مو قبل ما نقعد سوا أنا وأنتي وشوفك. ساماي أنا ما بقدر أني شوفك هلأ أبداً، أرجون بالبيت. ليش مين يلي عنده وقت هالأيام يا مايا؟ بس لازم إنه يكون في وقت لإلنا. من شانك أنت أنا مشيت بطريق دماري وما فكرت بحالي. ما فيكي إنه تعطيني شوية وقت لإلي؟ أنا عم قلك إني ما بقدر شوفك هلأ. باي. التليفون ما بيتسكر بوشي أنا يا مايا، لأنه أنا لسه ما خلصت كل الحكي اللي عندي. أنا ما عطيتك الإذن لحتى تخلص الحكي اللي عندك. أنا قلت لك ما بقدر شوفك نهائياً. طيب أنا رح أجي على بيتك. أنت صار لك شي؟ جنيت يعني؟ لا أبداً مايا، كنت مجنون شوي، بس هالأيام أنا مجنون بحبك. ليكي مايا، إذا أنت ما أجيتي تشوفيني خلال ربع ساعة فأنا يلي رح أجي على بيتك. إنك تحلم بشغلات أكثر من حقك علامة من علامات الجنون. يمكن انت جنيت على الآخر ساماي. غبي. وقتك يا مايا بلش من هلأ. تيك توك تيك. وهي شوربة سخنة عملها الشيف أرجون شارما بإيديه. أنت هلأ عملته مشان شي عزيمة عندك اليوم؟ لا مدام شارما، هذا إليك أنت. يمكن نسيتي أنه لازم تاكلي هلأ عن شخصين، أنت وكمان هو. تفضلي لتاكلي. مين عم يتصل فيكي؟ أعطيني التليفون خليني رد. لا ما في داعي أبداً بالحقيقة، هذا اتصال من البنك، بيكونوا عم يحكوا معي مشان العروض الجديدة. من بكرة بتسكري حسابك بهذا البنك؟ أكيد. أنا آسف. أنا رح نظفها هلأ ولا همك. لا لا أنت خليك هون، أنا رايحة غير تيابي. اسمعي أنا فيني ساعدك شي؟ أنا فيني أضربك؟ أنا رح أكل الشوربة. أنت كيف بتتجرأ؟ أنا فهمتك وقلت لك أنه ما فيني شوفك أبدا، وإذا حاولت تجي لحتى تشوفني هون بالبيت أنا ما رح أتعامل معك برحمة أبدا. أنا كنت ناطرك تجي. أنا مو قلت لك يا مايا إذا أنت ما أجيتي لحتى تشوفيني خلال ربع ساعة فأنا اللي رح أجي لعندك؟ لهيك
أنا هلأ هون لشوفك يا مايا. قوم روح من هون إذا شافك أرجون هلأ هو. شو؟ خليه يشوفني، خليه يشوف كل شيء. أنا ما بيهمني نهائياً إذا هو شافني معك وعرف، وبدي خلي العالم كله يعرف إني بحبك مايا. الحب يلي لازم إنه يتخبى عن الناس ما بيكون اسمه حب أبداً، هذا اسمه خدعة. أنتي عم تخدعيني بحبك يا مايا؟ روح من هون. أنا ما أجيت لهون حتى روح يا مايا، أجيت لهون لأخذ معي شيء. أنا أجيت لأنه بدي أخذ معي حبي الكبير يلي تركه هون. اترك لي إيدي، هلأ أرجون بيجي. أرجون؟ مين هذا أرجون؟ هذا نفس الشخص يلي بسببه أكثر من شخص تدمره؟ أرجون هو يلي بسببه أنت دائماً عم ترفضي حبي الكبير لإلك؟ هاد هو أرجون، الشخص يلي بحبه كتير وبدي أعيش معه. وهذا الحب الكبير صار هلأ عايش جواتك؟ واللي هو ابنك. لا تلمسني ابدا، ابني ما لازم يحس بلمساتك، ولا تحاول تقرب علي. حبك إليك انت، ابنك إليك كمان، وحتى حياتك إليك، كل شيء إليك انت. شو من شاني؟ ولا شيء، الكره. طلعي فيني مايا، انت بتعرفي مين بكون؟ انا سماي، انا هو الشخص اللي رأس على انغامك من زمان ولحد هلا، انا الشخص اللي كان دائما يعمل كل شيء انت بتطلبيه منه. سماي. انا هو سماي اللي حبك كثير وكنت بالنسبه له العالم كله. انت هلا ما فيك تكرهيني ابدا يا مايا، لانه انا بكون انت يا مايا. انت يا مايا، انت استغليتيني كثير واستغليتي حبي لك مايا. انت خليتيني دائما احلم بحب ما فيني احصل عليه. انا ما عملت شيء الا اني ورجيتك الطريق، كان الخيار لك تمشي بالطريق او لا، وما بقى تلومني الي وتحاسبني على خياراتك مره ثانيه سماي. خلص سماي. أنت فعلاً معك حق تماماً يا مايا، إني أمشي بهالطريق أو ما أمشي فيه هذا كان خياري لإلي. أنت ورجتيني حدودي وتركتيني بعدين أختار إني أقبل بهالشي أو ما أقبل فيه، كان هذا خياري. صح يلي عم أقوله؟ سماي أنت شو عم تعمل؟ روح من هون فوراً، أرجون رح يجي. لا بقى تحطي حدود زيادة يا مايا، أنا بس عم أخذ الشيء اللي هو من حقي أنا. أنت يمكن عن جد خبيتي اسم أرجون جوات قلبك على طول يا مايا، بس ما تنسي إنه جسمك هاد رح يحمل علامات وجودي أنا كمان، هالعيون رح يطلعوا فيني. بس أنا ماي. بس وهدول الشفاف رح يبوسوني بس لإلي، رح يكون اسمي أنا هو بس يلي رح تتنفسي يا مايا. سماي انتبه ولا تنسى مين بتكون أنت. أنا سماي، ما بهمني أي حدا نهائيا، وكل الناس التانيين ما بيهموني يا مايا. وينك مايا؟ كل هذا الوقت عم تغيري ثيابك؟ مايا شو وينها هي؟ سماي يلا روح من هون هلا، اذا ارجون بيشوفك قدامه اكيد رح يقتلك فورا. انت عن جد مفكره انه انا ممكن خاف منه؟ انا اذا ضليت ساكت لليوم وما حكيت شيء ابدا فهو اكيد بسببك انت ومن شانك انت، بس هلا انا موجود هون لحتى اغير كل شيء. سماي اتركني روح هلا، بترجاك روح. تعالي وخلينا نرقص سوا. أرجون واحد غشاش مايا هلأ حبيبتي. سماي انت شو عم تعمل؟ مايا إذا أنت عن جد بتحبني كثير من قلبك لو سمحت اترك لي إيدي هلأ. حبي لإلك أبداً ما أنا محتاج لشي يثبته يا مايا، أنت يلي بعمرك ما لاحظتي وجوده أبداً.
سماي لو سمحت بترجاك روح روح. أوكي تركت إيدك. بالحقيقة هلأ لا، أنا غيرت رأيي. إذا كان عن جد بدك يعني اتركك هلأ وروح فورا من هون، فلازم أنت تخبريني هلأ أنك بتحبيني كتير ومن قلبك. ما سماي، وإلا أنا رح ضل هون. سماي لا سماي، بترجاك مايا، بترجاك بترجاك روح. لا تضيعي الوقت معي أبدا هلأ. أنت لازم تقولي هلأ أنك بتحبيني وبعد أنا رح روح فورا من هون. لو سمحت لا تعمل هيك مايا، اتركني فورا أرجون، يمكن يشوفنا. خليه يشوفنا يا مايا، خليه يحس بنفس الوجع يلي عم عاني منه أنا لما عم شوفكم مع بعض ولما عم تقضوا كل الوقت سوا. مشاكلك أنت كلها رح تخلص فورا إذا عملتي اللي عم قلك عليه وقلتي لي هلأ. أنا بحبك يا ساماي. ساماي بترجاك، أنا ما فيني أقول لك هالشي أبدا. بترجاك ساماي لو بترجاك. سمح إذا بتريد بترجاك يا مايا. مايا شو صار؟ انتي ليش كتير خايفة؟ ليش عم تعرقي كتير؟ ضغطك مرتفع شي؟ أخذتي أدويتك؟ شو صار مايا؟ كتير شوب. الدنيا صيف أكيد شوب. طبعا رح يكون شوب. القديمين اخترعوا اختراع عظيم اسمه مكيف، شغلي ورح يبرد الجو. بالمناسبة انتي ليه ما غيرتي ثيابك لسه لهلا؟ مثل ما بيقولوا كل واحد بياخذ نصيبه، فيني ساعدك تغيريهم؟ ليك ارجون انا رح فوت اتحمم لانه حاسه حالي كاني لمست شيء وسخ. مايا انتي تحممتي اليوم الصبح، مع هيك بدك تتحممي مره ثانيه؟ اوه يظهر في حدا هون صار كتير رومانسي. شو القصة؟ أنت رومانسية اليوم؟ اليوم وبكرة ودائما أنت رح تبقى حبي الوحيد، بس أنت، ما حدا تاني بيستحق هالشي، ولا حدا غيرك رح يقدر يحصل على حبي. نروح؟ شي غلطي يا أيان، أنا فشلت إني أقدر طالعك من هون. أنت مجنونة سانج؟ شو هالكلام اللي عم تقوليه؟ صار كتير شغلات وأنت لساتك بتلومي حالك على كل شي. أنت بتكون رفيقي، ما بقدر إني أتخلى عنك أيان. أنا لازم خبرك شي، أنا رح أتزوج وساماي العريس. ساماي قوليلي بالأول، أنت بتعرفي كل شي عنه؟ إيه أيان أنا بعرف كل شي، بس أنت ليش عم تسأل هالشي؟ بصراحة لما توفى العم بريم وأنا في عندي هالشعور الغريب. شو قصدك؟ قصدي إنه مين اللي كان موجود بالوقت اللي توفى فيه العم بريم؟ سومان وأمي وشوب، وكمان كان سماي. كان سماي، كان سماي. وإذا كانت مايا هي اللي قتلته
فلازم تكون حصلت على مساعدة حدا، ومايا كانت معك. لهيك مين اللي قتل العم بريم؟ أنا بعرف إنه ساماي شاب كتير منيح، بس كل اللي منعرفه عنه هو الشيء اللي هو قلنا عليه. هذا كافي بالنسبة لإلك؟ ليك أيان، مبارح ساماي كان كتير معصب، أخذني ورحنا عبيت مايا وأرجون. هونيك ساماي حاول يضربها لمايا ووقعها على الأرض، بعدها إجا أرجون وتدخل، ووقتها أرجون ضرب ساماي كتير. ولما نحنا كنا طالعين من عندهم، أنا لاحظت على المراية إنه مايا عطت ساماي بوسة بالهواء. بس بعدين أنا اكتشفت إنه هاد الشيء كله كان مجرد وهم، يا أما خدعة من مايا. هلأ أنا ما بقى بدي أي لعبة أيان، أنا رح أتزوج خلال كم يوم، ما رح كون قادرة أجي وشوفك. انتبه على حالك منيح، أوكي؟ باي باي. أكيد هاي لعبة من مايا. لبا تجربي تحطي حدود بيني وبينك يا مايا. أنا بس عم أخذ الشيء اللي هو من حقي أنا، لأنه أنتي من حقي أنا يا مايا. يمكن أنتي ناقشتي اسم أرجون جوات قلبك على طول يا مايا، بس ما تنسي إنه جسمك هاد رح يحمي علامات وجودي أنا كمان. أنت قدرت تتجاوز مرحلة الخوف وصرت عم تتمادى كتير، وهلأ لحتى أقدر أرجع سيطر عليك لازم خطط لعقاب، بس أكيد مو بالخداع هالمرة، بالحب. بابا، أنت كنت دايماً تقلي أنك حابب أنه أنا أتزوج بكير. اليوم لأول مرة أنا عم أسمع كلامك. أنا وساماي رح نتزوج خلال أسبوع. أنت رح تكون معي صح؟ أنت رح تبقى دايماً رضيان علي، ما هيك بابا؟
شو هاد؟ شو عم يصير هنيك؟ شو عم يعملوا؟ هنن بيحطوا الرماد بالجرة وبعدها باي باي، بيطيروا الرماد وبيودعوا. كتير حلو هالوشم. شو هو هذا الشيء اللي على الشاب اللي على ظهره؟ هذا الوشم شو مكتوب؟ هذا وشم السنسكريتي. انت بتعرف دائرة دارما، الإيمان بالقدير. انت بدك مثل هالوشم السنسكريتي؟ اعطيني 10,000 ورح اعمل لك وشم سنسكريتي مميز. هاي هذا مو سنسكريتي يا زلمة، هيك هذا عبري. شو انت متأكد؟ ايه. انا رايح على الحمام. هاي عفوا، هذا زوجك؟ لا، هذا بيكون خطيبي. لازم يكون بيحبك كتير. مايا 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 عفوا؟ ايه؟ انت شو قلت هلأ؟ مايا، هذا اسمك صح؟ كيف عرفت؟ من الوشم اللي على ظهر خطيبك، هو مكتوب بالعبري. هو شكله بيحبك كتير، لحتى وشم على جسمه مثل هيك وشم، لأنه كتير بيوجع. أنت عن جد وحدة محظوظة أنه عندك هيك رجال مستعد يتحمل وجع مشانك. هذا الوشم كتير بيوجع. بتمنى لكم التوفيق. شكراً بابا، لأنك اليوم دليتني على الطريق الصح اللي لازم أمشي فيه بعد ما كنت رح أستسلم، بس أنت عطيتني السبب لأنتقم لك. أنا بنتك بابا، ما رح أستسلم ورح أخذ حقي. أنا ما بيهمني أبداً إذا هو شافني معك وعرف، وخلي العالم كله يعرف أني بحبك مايا.
لما أي حدا يلمسني غير أرجون كتير بنزعج وبحس إني مو مرتاحة. أنا بوعدك إني رح دفعك الثمن غالي يا ساماي، لأنك خليتني حس هيك. سانج! آسف آسف. يلا شوب بسرعة روح جيب تلج. يلا بسرعة. أنا كتير آسف يا سانج، شكلها عم توجعك كتير ما هيك؟ أنا صرت ما بقى أحس بأي وجع ساماي. سانج، أنت منيحة يا بنتي؟ لا تخافي أنا منيحة، وبنتك سانج كتير قوية. سانج، ليش أنا حاسس إنه أنت كأنه بدك تقولي شيء؟ ما ضل شيء لأقوله يا ساماي. ساماي. هلأ صار وقت الفعل. معناها نحن صار فينا نبلش بقائمة المدعوين؟ نحن ما رح نعزم أي حدا. سانج؟ سانج، يعني هلأ بفهم إنه أنت غيرتي رأيك بموضوع الزواج؟ أكيد لا، هلأ أنا مصرة أكتر إنه أتزوجك. السعادة مو بالمعازيم، الحب هو اللي بيعملها، صح ساماي؟ أكيد. بتعرفي يا مايا، الحب هو السبب يلي بيخلي العالم تتزوج، بس هن ما بيعرفوا انه الزواج كمان ما بيقدر انه يوقف بوش اي علاقة. خلينا نحكي عني، انا بحبك وبموت فيكي بس ماني بعلاقة معك، بس كمان بشي طريقة بنقدر نقول انه انا ملتزم بحبك هاد. بس السؤال هو يا ترى انت كمان يا مايا ملتزمه بهذا الحب مثلي؟ مايا خلينا نلعب لعبه، انا رح اوقف على طرف الحيط ومع كل خطوه انا بمشيها بدي اجرب اسالك سؤال وانت لازم تجاوبيني عليه. طيب خلينا نبلش، مايا انت كمان بتحبيني ولا لا؟ مايا انت كمان بتحبيني ولا لا؟ مايا انتي كمان بتحبيني ولا لا؟ مايا انتي كمان بتحبيني ولا لا؟ مايا انتي كمان بتحبيني؟ مايا انتي كمان بتحبيني ولا لا؟
أنا رح انتحر إذا أنت رفضتي حبي يا مايا، ورح أعيش إذا وافقتي. أنا لساتني عايش على أمل إنك تكوني إلي يا مايا. أنا لسه فيني شم ريحة عطرك على إيدي يا مايا. شعور كتير حلو لما أنا أقدر إني ألمسك بإيدي. أنا ما بدي أعيش الحياة اللي عايشها هلأ يا مايا، أنا بدي أعيش حياتي معك أنت. وأنا بدي إياك تشوف الحياة حلوة يا سماي. خلينا نلتقي بكرة بالاستديو القديم. أنا بحبك مايا، أنا ماني مصدق إمتى يجي بكرة. أنا بحبك مايا، أنا كتير بحبك. وأنا ماني مصدقة إمتى يجي بكرة. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.